هدف احمد عاطف اعتقد اتكرر اكتر من مره مع فرقه فيوتشر، باص من عمق الملعب من يعني مجموعه مختلفه من اللاعبين. النهارده كان محمود مرحي باص مميز جدا، تحرك في توقيت مثالي جدا من احمد عاطف، وفينش هايل جدا. لما ده يحصل اكتر من مره دليل ان في ده شغل مدير فني مش صدفه يعني. بالظبط ايمن، بص دايما بنحب نهايلايت على شغل المدربين، بنحب نهايلايت على حاجه ان لما بتتكرر معناها ان المدرب بيشتغل وفي حاجه معينه بتطبق. بنعرض هنا مثلا ده هدف احمد عاطف في الزمالك اللي كانوا انا فاكر كان واقف فيه الفار شويه، كان الكلام ان هو يبقى اوفسايد. برده نفس الهدف كان برده اتكررت فكره ان احمد عاطف خد في ظهر المدافعين بتاعت النادي الاهلي، والنهارده والهدف اللي احرزه النهارده احمد عاطف. واضح ان كابتن علي ماهر بيستغل فكره ان السرعات اللي عند احمد عاطف، وان هو لعيب بياخد في ظهر المدافعين، كان لعيبه قليله جدا اللي بيعملوا الكره دي. بنشوفها محمد شريف موسيماني اشتغل عليها كتير جدا جدا جدا، وبشوف ان احمد عاطف من اللعيبه اللي بتعمل ده، وسيف الجزير. مظبوط. اللعيبه لما يبقى انا عندي لعيب عنده ميزه معينه لازم اخلي الفرقه، وخصوصا المهاجم الراجل اللي بيترجم لي الشغل ده كله ان انا احرز هدف. فبعتقد او تخيلي ان اي مدرب اللي عنده ميزه لعيب معين انا ببني الشغل ده ان هو اللي يخلصه لي بالطريقه دي. فتخيلي ان هو النهارده بيعتمد على احمد عاطف. ان الدوري المصري خد بالك المدافعين ما عندهمش سرعات كبيره خصوصا قلوب الدفاع. والدوري المصري عموما اغلبيته بيلعب في الدوري الكبير مش عاليه جدا. يعني اي لعيب سريع يوسف اسامه يظهر على طول، لسه ما عندوش خبرات لكن سرعته خليته يبان جدا. جايز اوقات بيبقى في رتم عالي في المباريات، لكن كسرعات لعيب انا بكلمك الفيديو ليه ما بيبقاش عالي قوي خصوصا قلوب الدفاع. مظبوط. والدوري المصري كليشيهاته معروفه الكرات الطوليه، احنا دايما متعودين ان من تحت انت بتلعب كره طوليه او من نص ملعب تلعب كره طوليه في ظهر المدافعين. فاعتقد ان كابتن علي ماهر يعني انا بحييه ان فكره ان انت بتشتغل على حاجه معينه وفي طريقه انت بتحاول ان انت تحقق منها هدف، وفرقت معاك النهارده. انت قتلت الجيم بهدف زي ده، قبل كده خدت نقطه من النادي الاهلي، ويمكن مع بتكلم على مباراه الدور الاول حصلت 1-1 لكريم نيدفيد عمل الفولو وكمل فيها، والزمالك يمكن كان هو اللي مبادر بالتهديف وكان قريب جدا ان هو يحسب.